كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نشوف فيديو مع بعض عن موقف صار مع سائق سيارة في الأردن. كان يسوق سيارته في أمان الله وفجأة صار يطلع من سيارته دخان. خلينا نشوف الفيديو مع بعض. لاحظوا كيف صف سيارته بلش يطلع منها دخان. الساعة 7:26 ما في ولا محل فاتح يجيب منه مي. في واحد بيساعده بطفاية. بلش يستخدم الطفاية. شوفوا كمية الدخان، في اشي انفجر من تحت، طلع لهب. شكله مش عارف يفتح الطفاية. عامل النظافة بيساعده. لاحظوا كمية الدخان، اشي مش طبيعي. الله يعوضه بسيارة أحسن منها، سيارته راحت. لا، الواحد لازم يكون حامل معاه طفاية دائما. شايفين السائق ما كان خاطر على باله انه سيارته راح تولع وما معه طفاية. شوفوا اللهب. راحت عليه السيارة. جابوا ماي بس على الفاضي. شو راح تعمل المي؟ هاي هنا في واحد جاب طفاية بس جابوها بشكل متأخر، يعني سيارته ولعت ولسه عمال الدخان بيطلع واللهب. جابوا طفاية وجابوا مي على الفاضي، الدخان لسه بيطلع. الدخان صار يطلع اكثر من اول. هاي جاب كمان هون مي بس على الفاضي. لاحظوا النار دخلت جوا السيارة. لاحظوا حظه، فيش ولا محل فاتح على الساعة 7 نصيب. الله يعوضه بأحسن منها. شفنا في هذا الفيديو كيف السائق كان يسوق سيارته فجأة بلش يطلع منها دخان. طبعا السائق ما كان معاه طفاية وما قدر يعمل أي إشي لسيارته وانحرقت. ولسوء حظ السائق انه ولا في محل فاتح حتى يقدر يجيب منه مي. طبعا الواحد لازم ياخذ احتياطاته ويكون معاه طفاية لانه ممكن يتعرض هو او حدا من السائقين اللي جنبه لهذا الموقف لا سمح الله، فلازم يكون معاه طفاية ويتأكد انه هاي الطفاية شغالة. زي ما شفنا في الفيديو الطفاية اللي اخذها اول مرة ما اشتغلت وما قدر يستخدمها. لسوء حظ السائق صار معاه الحادث الساعة 7 كانت معظم المحلات مسكرة، ما قدر يجيب مي بشكل سريع. في شغلة مهمة بحب احكيها في نهاية الفيديو، انه الناس اللي بتشتغل عند كهربائي يتأكدوا انه الكهربائي رجع كل اشي زي ما كان. كمان ده اللي بيعدلوا على سياراتهم انهم ما يحطوا تعديلات كثيرة وسلوك وتوصيلات، لانه هاي السلوك ممكن تعمل لا سمح الله حريق او تماس كهربائي.
بتمنى يكون الفيديو عجبكم، اكتبوا لي اراكم في خانة التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والشير واللايك، واستنوني ان شاء الله في الفيديوهات الجايه.